سنتكلم اليوم في هذا الفيديو عن فوائد نبات خبز النحل الأفضل من الياقوت والماس العلاجية ومنها الغذائية، وعن فوائده لتربية النحل، وعن كيفية استخدامه وأضراره ومحاذير استخدامه وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة به. ولهذا أدعوك عزيزي المشاهد لمتابعة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وسنبدأ موضوعنا بالتحدث عن طريقة استخدام عشبة لسان الثور وكيفية الاستفادة منها بعد هذا الفاصل. من الممكن الاستفادة من فوائد لسان الثور بعدة طرق كما الآتي: تحضير شاي عشبة لسان الثور يتم من خلال استخدام أوراق العشبة وزهورها من خلال الخطوات الآتية: أولاً، أحضر أو أحضري نصف كوب من أوراق وزهور لسان الثور الطازجة أو المجففة. ثانياً، سخن كوب واحد من الماء حتى يصل إلى درجة الغليان ثم ارفعه عن النار. ثالثاً، قم بنقع الأوراق والزهور في الماء المغلي لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. رابعاً، قم بتصفية المزيج في كوب آخر. خامساً، يمكنك تحليته بالعسل ثم تناوله دافئا. وأما زيت لسان الثور يتم استخلاصه عادة من بذور هذه العشبة وأجزائها المختلفة، ويحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من مضادات الأكسدات المتنوعة. أوراق وبتلات زهور لسان الثور يتم تطبيقها على الجلد مباشرة لأغراض طبية أو من الممكن تناولها فمويا. يعمل تناول الشاي عشبة لسان الثور في تهدئة أعراض الاكتئاب المزعجة بالإضافة إلى استنشاق زيت لسان الثور مما يقلل من الاكتئاب بشكل خاص الموسمي، ولكن يجب تجنب الإفراط في تناوله أو استنشاقه لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مزعجة. ومن فوائد هذه العشبة أن زيتها يساهم في الحد من مشاكل الشعر بشكل كبير، فهو يحمي من تساقط الشعر والتقصف، وذلك عن طريق استعماله من خلال تدليك فروة الرأس، حيث يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا تغوى الدهنية. تستخدم عشبة لسان الثور في الطب الشعبي، فتسخر أوراقها وجذورها لعلاج مرضى الحمى المزمنة وحماية القلب ومقاومة السموم وطردها، وتستعمل حبوبها وأوراقها عن طريق النقع لإدارة الحليب الثدي لدى النساء، والعدة من العلاجات مثل تطهير لفتح في السدد والشفاه، اليرقان وعلاج القروح، وتخلط مع عشبة بقعة الملك للتخلص من الحكة والقوباء والحلقية، وتساعد ماءها المقطر لعلاج التهابات العينين والعديد من الطرق الأخرى. لكنها أبدا لا تستعمل مجففة بل تستعمل خضراء على الدوام. وأما الآن سنتكلم عن الآثار الجانبية لعشبة لسان الثور وأضرارها بعد هذا الفاصل. على الرغم من فوائد عشبة لسان الثور إلا أنه قد تتسبب مستخلصات لسان الثور بعدد من الآثار الجانبية، منها النفخة والغازات، عسر الهضم، التجشؤ، النوبات، لذلك يجب استخدامها بحذر شديد على مرضى الصرع، أمراض في الدم عند الرضع، النزيف. يجدر الذكر أن المصابين بأمراض الكبد يجب عليهم الابتعاد عن استخدام مستخلصات لسان الثور وكذلك الحوامل، لأنه قد يسبب انقبادات في الرحم
وتشوهات في الجنين بسبب احتواء زيت لسان الثور على محفزات البروستاغلاندين. وكذلك من آثارها الجانبية تداخلات دوائية مع مستخلصات لسان الثور. يجب استشارة الطبيب أو صيدلاني قبل اللجوء إلى استغلال فوائد لسان الثور، فقد تتداخل العديد من الأدوية مع مستخلصات لسان الثور مثل أدوية مضادات التخثر ومضادات الصفائح، وكذلك الأدوية المخدرة مثل الأدوية المخدرة التي يتم استخدامها خلال العمليات. لذلك يجب إيقاف استخدام مستخلصات لسان الثور قبل أسبوعين من العمليات. وأما الآن سنتكلم عن معلومات مختلفة عن نبات خبز النحل بعد هذا الفاصل. تعرف عشبة لسان الثور أيضا باسم زهرة النجوم وخبز النحل، وهي عشبة معروفة بزهورها الأرجوانية الجذابة وكذلك خصائصها الطبية، وقد اشتهر استخدامها في الطب التقليدي إذا كانت تستخدم لتوسيع الأوعية الدموية بجانب استخدامها كمهدئ لعلاج النوبات. يزرع النبات تجاريا من أجل الحصول على زيت بذور لسان الثور المستخرج من البذور واستخدامه موضعيا للشعر والبشرة، وغالبا ما تستخدم الأوراق كأعشاب مجففة أو كزينة أو في شاي الأعشاب. كذلك يتوفر لسان الثور في الأسواق على نطاق واسع على شكل مكمل، ويستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يعد نبات خبز النحل من النباتات المتعددة الأغراض، جميع مكوناته غالية الثمن، البذور، الأزهار المجففة، العقار المستخرج من عصارة الساق والأوراق، وخاصة في أسواق دول أوروبا. وكذلك يستخدم النبات وأجزاؤه كمكسب للطعم والنكهة في الغداء والسلطات، فالأوراق والقمم الزهرية الغد لها رائحة الخيار وطعم حريف مقبول مع قليل من رائحة الكراوية المحببة. تستخدم الأوراق الطازجة مع الليمون في السلطات الخضراء المختلفة، كما يمكن وضعها مع المخللات لتكسبها نكهة لذيذة. تضاف أجزاء منه كالأوراق والأزهار والساق إلى الجبن واللبن واللحوم والسمك لتكسبها نكهة جيدة. تعود تسمية هذا النبات بخبز النحل إلى كونه غني بغبار الطلع والرحيق والتي يستخدمها النحل في التغذية يرقات الذكور والعاملات، حيث يطلق اصطلاحا في مجال تربية النحل يتكاثر بواسطة البذور من نبات أعشاب خبز النحل. وقبل الختام أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.